الحمد لله الذي أبدى الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكر إلى جامعة كيرلا لإعطاني الفرصة للمشاركة في هذه المؤتمر، ثم أشكر إلى مؤسسة إسطنبول للعلوم والثقافة. موضوعي كما قال فكرة الاتحاد الإسلامي عند بديع الزمان سيد النورسي، سأقدم إليكم بالاختصار إن شاء الله. الاتحاد الإسلامي والوحدة الإسلامية هي تقارب الفرق الإسلامية فيما بينهم مع الاحتفاظ بكيانتهم وماهيتهم، وهي عبارة عن التعاون بين الأتباع المذاهب الإسلامية على أساس المبادئ الإسلامية المشتركة الثابتة، واتخاذ موقف موحد من أجل تحقيق الأهداف والمصالح الأولياء للأمة الإسلامية بغير التخاصم والنزاع فيما بينهم، وهي قضية مهمة وإحدى المبادئ الأساسية للأمة المسلمة التي ينبغي لجميع المسلمين أن تهتموا بها وفقا لإيمانهم ومواقفهم الاجتماعية، لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأكدت ذلك السنة النبوية قولا وعملا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم تتكافوا دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسحى بذمتهم أدناهم. وحقق عليهم الصلاة والسلام هذه الوحدة فعلا بالمعاخة بين المهاجرين والأنصار بالمدينة المنورة التي فيها وصف المسلمين بأنهم أمة واحدة من دون الناس. وكان الأستاذ بديع الزمان سيد النورسي من رجال العلم في زمان المسائب والحلاك للعالم الإسلامي، الذين يقومون بتبليغ الإسلام دوما ويسعون لنسب راية الإيمان، وأفادوا عمرهم حتى آخر أنفاسهم للنشر وتفهيم حقائق الإيمان وتعليمها للآخرين في زمان فقد فيه المسلمين ثقتهم بأنفسهم وضعفت اعتقادتهم. وهو قد اهتم بغايته ودرجته الفائقة إلى وحدة المسلمين، لأن الاتحاد الإسلامي كان عنده من أكبر فريدة من هذا الأصل، لأن هذا حقيقة التوحيد الإلهي، وهذا الاتحاد لا يمكن تحقق إلا بامتزاج العلم وأفكار بشورى. وكان النورسي تواصل المسلمين باتحاد الأمة المسلمة بالابتعاد عن العنصرية والنفاق والانقسام والتمزق والإرهاب بصورة قاطعة. في هذه هناك كان المقالة طويلة، ولكن أريد أن أختصر، لذلك أنا لا أريد أن أقدم إليكم نبذة من حياة النورسي. الآن معنى الاتحاد. الاتحاد والوحدة في لغة العرب هو التوحد والانفراد، ويراد به عدم التجزية والانقسام، وفي الاصطلاح هو عبارة عن التعاون بين أتباع المذاهب الإسلامية على أساس المبادئ الإسلامية المشتركة الثابتة والعقيدة، واتخاذ موقف موحد من أجل تحقيق الأهداف والمصالح الأولياء للأمة الإسلامية، والموقف الموحد تجاه أعدائه مع احترام والالتزام كل مسلم تجاه مذهبه عقيدة وعملا. فالاتحاد بين المسلمين هو تقارب الفرق الإسلامية فيما بينهم مع احتفاظ بكيانتهم وماهيتهم، ويراد به عدم التخاصم والنزاع فيما بينهم من المذاهب. أهمية الاتحاد في الكتاب والسنة: أن الإسلام جعل المسلمين جماعة متألفة يعاون بعضهم بعضا وينصره ويوازره، فإن الاتحاد والوحدة من تبيته وركنه، وجعل الإسلام هذه الوحدة من القوة كقوله تعالى: واتصموا بحبل الله جميعا. وكذلك يحذر الإسلام من أي تفرقة واختلاف، مثل قوله تعالى:
إن الذين تفرقوا دينهم وكانوا شيعا ليست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم يبينهم بما كانوا يفعلون وإن الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم يهتم بالاتحاد ويحذر عن التفرق حيث قال عليكم بالجمعة وإياكم والفرق فإن الشيطان مع الواحد ومذاهل الاتحاد في الإسلام إن الإسلام دين الاتحاد والألفة والمودة ودين الاستماع والتكاتك وهذه الاتحاد يجسد بالمجالات التالية مثلا صلاة الجمعة صلاة الجمعة الصيام في شهر رمضان الأعياد الإسلامية العظيمة حج بيت الله الحرام فكرة الاتحاد الإسلامي عند بديع الزمان سيد النورسي إن الوحدة والاتحاد الإسلامي فريضة شرعية وعبادة عظيمة ومقتضيات الفطرة الذوق السليم الذين يملي على الإنسان حب المحبة وبغض العدو وهو واجب مستعجل في كل عصر وأكثر وجوبا في العصر الحاضر وكان الشيخ سعيد النورسي شعر ذلك بكل مهمة واستخلص وقفات دقيقة ونظرات عميقة على هذا ما ولا هذا من فيض القرآن الكريم ومن هدى سنة النبوية الشريفة فبذل جهده للاتحاد بين المسلمين لأن الاختلاف والشقاق بين أهل الإسلام من أهم أسباب الركود والتخلف في العالم الإسلامي لذلك هناك بعض النقطات الاتحاد واجب شرعيين الاتحاد من مقتضيات الفطرة والذوق السليم الآن أقول لكم أساس الاتحاد عند بديع الزمان سيد النورسي التزكية القلبية والتربية الروحية هي أساس الاتحاد عند سيد النورسي لأن الاتحاد يبدأ من تعهد القلب بالتربية ومجاهدة النفس بالتزكية ولهذا فإن إهمال المجاهدة النفسية ترد على النفس على الناس أمراض القلوب التي هي سبب بذور العدوات وفشو الخصومة بين المسلمين فإن أمراض القلوب ترد على الإنسان مثل البدن كما يتعهد الناس حسده بقواعد الوقاية والتضافي كذلك يتخلص المسلمون قلوبهم من هذه الأمراض بقواعد التزكية فكل مسلم عالما كان أو غير عالم يحتاج إلى التزكية حتى يتقي من هذه الأمراض موانئ الاتحاد وكان النورسي عين بعض المشاكل للعالم الإسلامي التي سماها بأمراض الأمة الإسلامية في خطبته على منبر المسجد النبوي بالشام سنة 1921 التي سيطرت على قلوب المسلمين نخرة وحدة الأمة ثم يدعو النورسي محططا للتخلص من هذه الأمراض الأمراض التي هي حياة اليأس الذي يجيد فينا أسبابه وبعثه وثاني موت الصدق في حياة الاجتماعية والسياسية ثالثا حب العدوات رابعا الجهل بالروابط النورانية التي تربط بين المؤمنين بعضهم ببعض خامسا سريان الأمراض المعدية المتنوعة سادسا حصر الحمى في منفعة الشخصية هذه كلها انحرافات نفسية لأنها ترجع إلى الكبر والأنانية والحقد والحسد والغرور والعدوات التي هي ضرر تعوق الوحدة والاتحاد أسباب الاختلاف بين المسلمين كان النورسي عرض بعض العوامل التي تهدم الوحدة وهي أسباب الاختلاف بين المسلمين فمن هؤلاء الأسباب أولا الجهل بمفاهيم الإسلام ثانيا عدم تعهد النفس بالتربية الروحية الإيمانية ثالثا الإفراط في العزة وعلو الهمة رابعا الغلو في الشعور بالقوة والتوهم الاستغناء خامسا عدم تقدير الأمر سادسا انعدام التنظيم وقلة الضبط في الأعمال سابعا فشو الاستبداد وغلبة التعصب
معالم الاتحاد في فكر النورسي، وإن من فكرة النورسي أن حقيقة الاتحاد موجود بين المسلمين بالقوة أو الفعل، فلا أحد خارج من هذه الاتحاد، ويمتد أساس هذه الاتحاد من الشرق إلى الغرب والجنوب إلى الشمال، فإن الاتحاد راسخ في قلب كل مسلم بمقتضى إيمانه، لأنهم مجتهدين في تقوية الإيمان، محبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معتقدين العمل بالأوامر والنواهي الشرعية، فلا يجوز عندهم التذرع بتعدد الدول وتفرق الحكومة. مجلات الاتحاد الإسلامي عند بديع الزمان سعيد النورسي أن الوحدة والاتحاد الإسلامي من فكرة النورسي التجديدية والإصلاحية، وكان النورسي يخالف المخالفة بين المسلمين، وهو يعتقد بأن الجهاد في الشريعة لا يوجد في داخل العالم الإسلامي، بل يؤجه إلى العالم الخارجي. فأما الجهاد في داخل العالم الإسلامي فهو جهاد الدعوة والعلم وبذل ونصيحة المسلمين إلى حقيقة الإسلام. فالاتحاد يحصل بحمل دعوة القرآن والإخلاص والأخوة والدعوة إلى العمل الجماعي ومخالفة العنانية هذه. وفي النهاية ما نقول أن الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي أثبت الاتحاد والوحدة فريضة في الدين وضرورة عقلية وواقعية، وهو اعتبر الأدوات والشقاق مرض العصر ومعدلات الزمان بالنسبة للمسلمين، ولهذا من لم يسع لرفع الشقاق بين المسلمين فقد خالف أصلا في الشريعة وارتكب كبيرة في الدين وخرج عن مقتضيات العقل السليم وجانب التفكير السديد وأعرض عن الحكمة واتخذ سبيل الغي سبيلا، وكانت دعوته للاتحاد في صفوف المسلمين على أساس القرآن والسنة والحوار بين المذاهب والأديان، وحاول على جمعهم تحت راية الإسلام رغم من الاختلافات الداخلية والفرعية التي كانت منتشرة حين ذاك في المسلمين. واستدل على ذلك بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم. وعلى هذا لما دعاه العلماء العرب إلى دمشق لإلقاء خطبة سنة، كما قلت، حاول فيها أن جميع المسلمين على أساس الإسلام، فدعاهم إلى الاعتصام بحبل الله والتسليم لتعاليم الإسلام وأحكام والمواخاة بين العرب والترك. هذا ما قلت وانتهيت إلى ذلك، صدق الله العظيم كما قلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.